كل واحد في مكان بيورث ابنه. هذا ليس وسيله لبناء دوله ودوله حديثه. واحنا لو استسلمنا لفكره الفئات في داخل القانون يبقى برضو. انا عندي اقتراح واحد فني واحد بس للان بس. المشكله الكبرى هي مشكله الحوافز. خلينا نبقى واضحين وصراحه، ازاي هتعوض الموظف؟ يعني حكايه ال 75% و 25 5% هتضيف له مش عارف علاوه ايه. لا، انا هقول حاجه. القانون بيطلب ان احنا نعمل لوائح للحوافز. طب ايه الفرق؟ ما هي الحوافز كانت بتبقى احيانا 200% و 300% و 400% وصلت في بعض الاحيان الى 500%. الفرق الوحيد اللي بيطلبه انه هذه الحوافز تمنح وفقا لمعايير محدده في الانتاج. لما تسمعوا الكلمه دي ما فيهاش خلاف. حد فيكم يقول ان الحوافز تبقى مقطوعه؟ ما حدش بيقول ان الحوافز تبقى مقطوعه، ما حدش ابدا قال. كلمه الحافز هي بنفسها لغويا تعني انك تدي للشخص عشان تحفزه على الانتاج. اذا كان مش محافظ على الانتاج يبقى ما هياش حافز، يبقى انت بتدي له مرتب. والقانون ما بيقولش ما فيش حوافز، بس بيطالب بتعديل طريقه اداء الحوافز. هل ممكن ان احنا نصل الى وسيله انه هذه الحوافز فعلا، وعلى العموم في تاكيدات من رئيس الوزراء انه ما فيش موظف هينزل مرتبه، بس مش هينزل مرتبه ازاي؟ لو حسبتها بالقانون لازم هينزل. اذا قلت بقى بالحوافز يبقى لازم ندور على حوافز، لائحه للحوافز تمكننا من انه ما حدش ياخد اقل مما كان يحصل عليه. الحصول على اقل مما كان يحصل عليه هذه هي طبعا. انا امبارح جابوا لي الملاحظات اللي عاملينها النقابات على القانون. انا الملاحظات كلها قبل للتعديل كلها ملاحظات. اللي يقول لك مجلس الخدمه المدنيه استشاري، ايوه استشاري، اذا حبينا نخليه له راي نبقى نخليه له راي، دي مش مشكله كبيره. طريقه دفع الدكتوراه مش عارف قليل في ايه، ايوه قليل، لكن مش دي المشكله بتاعت القانون. مشكله القانون فيما يدخل جيب الموظف في نهايه الشهر. ودي لازم يتلاقي لها حل، ويبقى حل واضح للناس.